السعودية وأيضا الجماهير السعودية. كابتن فهد المولد وحييك كابتن، ألف حمد لله على السلامة، عودة من جديد للملاعب، الكل اشتاق لك كابتن، جمهور الاتحاد والجماهير السعودية قاطبة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه أول مباراة لي بعد ما توقفت حوالي أكثر من 3 أسابيع، يمكن اليوم المستوى كان مو قد المعهود، لكن هذه أول مباراة. أول شيء الحمد لله أننا كسبنا 3 نقاط، الأهم دائما الفريق اللي ينافس على الدوري يكون أهم شيء عنده 3 نقاط، الحمد لله قدرنا نحصل على المهم. أتمنى أن تكون يعني التوقف هذا ما يكون ضرر علينا إن شاء الله، احنا برضو حنشتغل ان شاء الله ونطمع طبعا نجيب الدوري ان شاء الله. فهد اشتقت للجمهور؟ اشتقت للملعب؟ والله اكيد، يعني انا اول ما دخلت الملعب طبعا قاعد اتفرج على جمهور الاتحاد، مو اي جمهور طبعا، جمهور الاتحاد جمهور عزيز وغالي. حياك تحية خاصة اليوم. اكيد هذا يعني هذا شيء مو غريب على جمهور نادي الاتحاد، الحمد لله رب العالمين. طبعا احب اهدي الفوز يعني للوالد والوالدة اللي للامانة كانوا دائما يتمنون لي الرجعة اقوى، الحمد لله. وطبعا احب اهدي الفوز للاستاذ انمار الحايلي، برضه الانسان هذا كان واقف علي، وطبعا الشيخ احمد بكشان احب اهدي لهم الفوز، لانه للامانه هذول الناس كانوا واقفين معانا وكانوا يتمنوا لي الرجعه اقوى واقوى، وكانوا دائما بيكلموني. طبعا ما انسى الرئيس الاستاذ ابراهيم البلوي، طبعا الناس اللي كانت واقف معانا، الحمد لله رب العالمين. اهم شيء 3 نقاط. بقول لك شيء، مو بس جمهور الاتحاد اللي كان ينتظر، كل الجماهير السعوديه. هذا هو، مو انا قلتها قبل كذا، مو بس جمهور الاتحاد اللي يتمنى الفهد السلامه، طبعا احنا شفنا جمهور الهلال والاهلي وجمهور النصر، طبعا جماهير الانديه السعوديه كلها الله يديهم العافيه، وان شاء الله هذه اول مباراه، وان شاء الله نتمنى القادم افضل ان شاء الله. توفيق لك الجميع ان شاء الله حبيبي.